أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دورميز إبرام صفقة مع أذربيجان لاستيراد 11 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي حتى العام 2024. أجرى وزير المالية والخزانة التركي لطفي إلفان سلسلة لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول ضمن مشاركة في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن. استورد أجود أنواع الخضار والفواكه من تركيا. بحث وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري والسفيرة التركية لدى الجزائر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الصناعات الدوائية. انتهى اجتماع لجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وذكرت مصادر أن الاجتماع عقد في المجمع الرئاسي وكان مغلقا أمام عدسات الصحافة واستمر قرابة ساعتين ونصف.